أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعا يعني بعد سماعنا إلى كل هالكلمات الواحد يشعر أن ما عنده شيء كثير ضيفة، لكن هي وقفة واحد يجدد فيها العهد والوفاء مع شعبه ومع شهداء مع المعتقلين. وإحنا تدخل الثورة في عامها العاشر، يعني يجب أن يتكرر وأن يتأكد وقفة الإجلال والإكبار والعرفان والامتنان والتعظيم أولا للشهداء ولعوائلهم، ثانيا إلى المعتقلين الصابرين المحتسبين الصامدين، ثالثا لكل جريح لكل مطارد ولكل غريب ولكل يعني ناشط متحرك ولكل ميداني مرابط داخل البحرين، لكل من يحمل الهم بالقلم بالدعاء بالقلب بالكلمة، كل هؤلاء مشكورون رغم أنهم يؤدون واجبهم تجاه عقيدتهم وتجاه ثورتهم. النقطة الأخرى هي ضرورة التأكيد على عدالة القضية وصوابية وسلامة خيار الثورة والتمرد ومقارعة النظام الخليفي. أنا أعتقد أن هذه من الأمور جدا المهمة التأكيد عليها، لأن مع مرور الوقت تظهر بعض التشكيكات ويتم تداول حديث يريد أن يضلل، يريد أن يوهن، يريد أن يحجم، يريد أن يضعف الموقف. احنا اعتقد ان في كل مناسبة ثورة، في كل مناسبة يعني يجب أن نؤكد على عدالة هذه القضية. لا شك بأن هذه السنوات العصيبة منذ عام 2011 تعززت وتأكدت أمور كثيرة ليست محلا للشك، لا يوجد فيها خلاف بين رأي ورأي آخر. تأكد بما لا يدع مجال للشك أن النظام مستبد يقمع الحرية، لا أحد مسموح له أن يتكلم أو أن يعبر عن رأيه أو أن يصدح بصوته أو معارضته. لا يوجد مجال للشك أن النظام مجرم معتدي، الاعتداءات ماثلة، يعني نراها رؤية العين، صدقها وشاهدها وكان شاهدا عليها كل العالم. نحن لا ندعي أن مساجد هدمت في داخل البحرين، نحن لا ندعي بأن أعراض انتهكت في داخل البحرين، نحن ليست لدينا مزاعم أن هناك علماء تم تعذيبهم في داخل السجون، أن هناك نساء تم انتهاك أعراضهن. هذه شواهد حقائق تعززت وتأكدت خلال هذه السنوات العصيبة. ليس هناك شك في أن النظام استباح الأعراض، ليس هناك شك بأن النظام عميل وهي تهمة دائما ما يرمينا بها، أن النظام استجلب قواعد عسكرية أجنبية مختلفة لتعزيز حكمه، أن النظام ارتمى في أحضان الصهاينة وانتهك كل القيم العربية والإسلامية وساهم بشكل مباشر ورئيسي في تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويعني في ذلك تجاوز خطير ليس على شعب البحرين فقط وعلى تاريخه ومبادئه، وإنما حتى تجاوز على القيم الإسلامية والعربية التي تربينا وتربى آباؤنا وأجدادنا عليها. ليس هناك شك بأن النظام فاسد وأن فساده نخر في كل الأوساط وفي مختلف المجالات، حتى على المستوى المعيشي وهو مستوى مهم، في أن الأزمة المعيشية تضخمت خلال هذه السنوات، أن المواطن البحريني بمختلف توجهاته الفكرية والمذهبية يعاني، يصرخ، يتأوه، يتألم من ضنك العيش في داخل البحرين، وذلك نتيجة طبيعية إلى الفساد الاقتصادي الموجود. ولا يمكن أن تقارن وضع المواطن البحريني مع أي مواطن خليجي آخر، بل يعني ليس ربما يعني
ليس مبالغة حينما تقارن أن وتقول أن وضع البحراني بات مشابه إلى أوضاع الدول يعني المعروفة بمعاناتها من الفقر ومن ضنك العيش. فالبحرين جغرافيا هي من منطقة الخليج، ولكن أوضاعها المعيشية والاقتصادية هي يعني لا تتناسب مع أوضاع الدول الخليجية الأخرى. هذه الأمور وغيرها يعني لو عددناها لا يوجد أحد يختلف عليها، ربما حتى الطبقة الموالية للنظام لا تختلف أن هناك ضنك في المعيشة. هي لا لو تتحدث مع أحد موال للنظام وربما حتى يعمل في السلك الأمني وتجلس معه على يعني انفراد وتتحدث معه، لا ستسمع منه بأنه معترض ومنتعد ومنزعج ورافض إلى تطبيع النظام الخليفي مع الكيان الصهيوني. هو رافض إلى قمع الحريات، لأن قمع الحريات لم يقتصر على المعارضين، وإنما شمل حتى الطبقة الموالية التي سمعنا خلال الشهور الماضية وربما في السنتين القليلتين الماضيتين أنهم طالهم الاعتقال بل طالهم التعذيب أيضا، لكنهم فئة صامتة وفئة مترددة وفئة ربما لها حسابات معينة تدفعها إلى الصمت والسكوت. إذن هذه المواضيع ليست هي لا يوجد فيها خلاف، والإطالة فيها ربما لا تضيف شيئا، لكن الأسئلة والنقاشات ربما التي تدور في الأوساط هو عن مآلات هذه النهضة المباركة، هذه الثورة المجيدة، مآلاتها، مدتها، أمدها، الآلام التي يعني تحيط بها، سبل تسريع الانتصار أو الخروج من هذه الأزمة يعني بحسب التعبيرات والمصطلحات المختلفة التي تطلق. هذه الأسئلة ربما التي تدور أكثر، وأيضا تدور حولها ومعها إثارات من قبيل تثبيط العزائم، من قبيل بث روح اليأس والهزيمة. يعني أنا أعتقد ما كل اللي سبق من الكلام هذا لا يوجد عليه خلاف أبدا، الخلاف هو النقاش يدور في هذا الموضوع. طبعا للرد على مثل هذه الإشكالات ربما نحتاج وقت طويل، لأن هذه الإشكالات يعني أيضا يعني تبث وتتردد في الأوساط بتأصيل معين. لكن أنا أريد لا أريد أن يعني أتحدث وأعلق كثيرا على الإشكالات، لكن أريد أن أقول بأن يعني نحن في اعتقادي الشخصي أننا شعب البحرين هو محشور بين خيارين، ما عنده خيار ثالث. السلة والذلة، السلة أن تكون عبدا مقهورا، مواطنا مقهورا، عبدا دليلا خاضعا، مصادر حريتك، منتهك كرامتك، مستباح أعراضك، وأيضا أن تكون يعني حتى في معتقدك وفي أفكارك لا تستطيع أن تعبر عنها. أنت في المجلس الحسيني الذي هو شيء أصيل إلى غالبية سكان البحرين لا تستطيع أن تقيم مجلسا حسينيا كما ينبغي، لا تستطيع أن تقيم صلاة يوم الجمعة كصلاة مركزية وأن يتحدث إمام الجمعة بما يهم الشأن العام، لا مو من حقك، وهذا من صلب العقيدة وهذا من أساس العقيدة. فبين السلة والذلة، إما أن تكون دليلا أو أن تكون مهددا بالسجن، مهددا بالقتل، مهددا بمصادرة رزقك، مهددا بالطرد والتشريد. هذا الخيارين، ما عندك خيار ثالث، لا يوجد بصيص أمل إلى المصالحة والتفاهم والتعايش، لأن حجم الجرائم التي أوضحها النظام في خلال هذه السنوات تقول بشكل واضح أن الله لا يصلح عمل المفسدين، أن المفسد أن الفاسد الطاغية لا يمكن أن يتحول إلى مصلح وإلى حاكم عادل في داخل البحرين. ولذلك أعتقد أنه قدرنا أن نصمد، قدرنا أن نقاوم، قدرنا أن نواصل، أن نصبر. وربما المقاومة تحتاج إلى عوامل عديدة، حتى لا أطيل سأذكر خمسة منها، ولكن في اعتقادي أن عوامل عديدة ربما هي تكون سبب في تعزيز الصمود أو تعزيز منهج المقاومة الذي هو خيار
ضروري وخيار وحيد لا بديل عنه. والمقاومة أقصد بها في مختلف المجالات، أن أقاوم اقتصاديا، أن أقاوم ثقافيا، كما ذكر قبل قليل محمد، هناك محاولة إلى تخريب حتى الجو الثقافي، الجو الفكري. أنا أقاوم فكريا، أنا أقاوم على مختلف المستويات. أعتقد أول عامل من عوامل المهمة في تقوية هذا الجانب هو رص الصفوف، أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كالبنيان المرصوص. يعني إذا إحنا متفقين تماما، ويعني ربما هذه السنتين أو الثلاث الأربع سنوات الأخيرة تختلف عن السنوات الأولى. السنوات الأولى مجال التباين واختلاف الرأي كان واسعا، الآن خيارات كلها ضاقت، الكل محاصر، الكل مستهدف، وكل شيء مستهدف، الكل وكل شيء مستهدف. فأنت يعني لا توجد لك، لا توجد مجالات إلى التباين كثيرة، وبالتالي يعني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما في عندك خيار، لابد أن ترص صفك، صف المقاومة، صف المعارضة، لكي تستطيع أن تتقدم وتستطيع أن تتصدى. والشرح يطول في هذا الموضوع. ثانيا، خطاب الأمل في مقابل خطاب الهزيمة والتثبيط. يعني احنا ربما في السنوات الأولى كان خطاب الثوري هو خطاب طاغي، الآن يعني اكتسح الخطاب المهزوم، اكتسح الأوساط السوشيال ميديا بشكل كبير، وهذا الخطاب لا يوجد له خطاب مناوع، أو على الأقل الخطاب المناوع له لا يوازيه. يعني أنا أتصور أنه من المهم والضروري جدا أن يكون هناك خطاب يبعث الأمل مقابل خطاب الهزيمة. ثالثا، العمل الدؤوب وعدم اليأس وبذل الجهد والتواجد في مختلف الميادين الإعلامية، الحقوقية، السياسية، الفنية، وبمختلف المجالات. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وإحنا يفترض أن تكون عندنا الخيارات مفتوحة في عملنا وفي طبيعته. رابعا، آخر نقطتين، رابعا الصمود والصبر. والصمود والصبر ربما يجده البعض أنه يعني ربما يعني يسخر منه البعض ويعتبره شعار. أنت تقول صمود وأنت بر، أو أنت تقول صمد بس أنت ما تحس بعائلة هذا المجود، وأنت تقول صمد وهذا ما تعرف ما أدري شلون يعني وضعه. وهذا خيار، هذا خيار مو بدع في البشرية، مو بدع في السنن. كل الشعوب المنتصرة وكل شخص ناجح حتى في ميدان الدراسة أو في ميدان التجارة، فما بالك في ميدان السياسة، وما بالك في ميدان مصير شعب عاش تحت نير الظلم والاضطهاد أكثر من 200 سنة، تبى يتحقق يعني لك انتصار في خلال شهرين، خب لازم يصبر، لازم يصمد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الرسول أسوة حسنة لنا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. معادلة، معادلة الصبر والتحمل والصمود والتمرد والمقاومة، هذا شرط، خيار أساس في أي مجال من مجالات الحياة، وفي أي تجربة ناجحة. الصبر والثبات هذا أساس. الصبر والثبات في هذه النقطة هو ليس شعار يطلقه بعض النشطاء أو المعارضين، هو شعار يطلقه المضحون في داخل السجون. لأن اللي يرسلون خطابات التثبيط بعضهم يتحدث بلسان المعتقلين، فهو يصدر ما يتوافق مع نفسه ومع عقله ومع أفكاره، فيقول أن هناك ناس متعبون، وصحيح هذا شيء طبيعي إنساني، لكن هناك ناس أناس صامدون، هناك أناس ثابتون، هناك أناس لم يتزلزلوا وما زالوا يعني مستعدين أن يواصلوا الدرب إلى آخر نفس، وأيا تكون التكلفة في هذا المجال.
وبالتالي نحن نتحدث عن أن الصبر ضرورة وشرط لازم، وأن هناك من لم يتزلزل أو يهن في دربدات الشوكة، وهم في داخل السجون، وهم عوائل معتقلين، وهم عوائل شهداء أيضا. آخر نقطة، وضع خطة إلى التكافل والمساندة، وأبو محمد يعني تحدث وأشار إليها، أنا ما راح أطول فيها، لأن للصمود عوامل، عوامل الثقافة، عوامل الفكر، عوامل هذا الخطاب الأمل مع خطاب الهزيمة، عوامل الصمود، أيضا عوامل البذل. ولذلك دائما إذا أحد يرجع للآيات القرآنية، اقترن الجهاد، اقترنت كلمة مفردة الجهاد في أغلب الآيات القرآنية، إذا أحد يرجع، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، دائما أموالهم وأنفسهم، دائما أغلب الذي أغلب الآيات التي تتحدث عن الجهاد تقدم حتى المال ثم النفس. وبالتالي هذا عامل أعتقد مهم، والآيات في هذا المضمار والأحاديث والتجارب أيضا هي كثيرة. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وبالتالي مسألة الإيواء، مسألة المساندة، مسألة الدعم هي عامل من عوامل الصمود، لأن العدو يعمل على أيضا زلزلة القلوب وزلزلة الأقدام من خلال هذا العامل. فبالتالي نحن مطالبون جميعا كل من موقعه أن يضع هذا العامل في الحسبان، وأن يبذل جهده في يعني أن يكون ناصرا، مؤاويا، مساندا، داعما في هذا المجال. نحن مؤمنون في نهاية المطاف أن الثورة على موعد من النص، مع النص، لأنها ثورة عادلة، لأنها بذلت فيها تضحيات وقدمت فيها دماء طاهرة وزكية، أن هذه الثورة هي ثورة الله، لأنها هدمت فيها بيوته ومنازله. والله لا يحتاج إلى نصرتنا، الله سيدافع عن بيوته، والله سينتقم من الذين ظلموا، فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد من رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.